في هذه السلسلة القتالية من سكيبيدي تواليت شاهدنا أربع مجموعات مختلفة في هذه المعركة، ومنها رجال الكاميرات ورجال السماعات ورجال التلفاز وشخصيات غريبة من رؤوس المراحيض، والذين كانوا يتقاتلون للاستيلاء على المناطق المختلفة في جميع الحلقات. واليوم راح نحلل ونكشف شخصيات التلفاز وزعيمهم السينما، فما هو دورهم في هذه المعركة؟ ولماذا أحيانا ينسحبون بعد المواجهة؟ وإيش اللي حصل لزعيم السينما بعد تدمير شاشته؟ ومتى سيعود؟ سنعرف اليوم جميع إجابات على هذه الأسئلة في حلقة شخصيات التلفاز الغامضة. الجميع شاهد الحلقة 39 التي كان يتضارب فيها رجال الكاميرات مع شخصيات سكيبيدي، وفي هذه المعركة ظهر فجأة الرجل برأس تلفاز وقام بتنويم أو تخدير شخصيات سكيبيدي بالأشعة التي كانت تخرج من شاشته، وكان هذا أول ظهور له في هذه السلسلة، حيث أن رجل الكاميرا رقص رقصة المرح المضحكة وكان يبدو عليه أنه سعيد بظهور شخصية التلفاز، لأنه في الواقع هذه لم تكن أول ظهور لهذه الشخصية. فقبلها في الحلقة 34 بعدما أنقذ رجال الكاميرات زميلهم من الطفيلي الذي كان يسيطر عليه وتم القبض عليه من رجل السماعات الكبير، فنلاحظ عند تحرره أنه يوجد شاشة التلفاز نفسه الذي ظهر في الحلقة 39، حيث أننا نلاحظه أنه موجود في نفس الغرفة التي كان موجود فيها رجال الكاميرات والسماعات، ولكن لم يتدخل ولم نره بشكل واضح. وفي الحلقة التي بعدها نراه وهو يشاهدنا من بعيد وفي الظلام، حيث أن شاشته واضحة. وفي حلقة أخرى كان موجودا فوق المبنى وهو يراقب المعركة من بعيد، واستمر في الظهور أيضا في بعض الحلقات التي كان فيها بعيدا عند إظهار سلاح الليزر. وهذا الظهور الغريب يذكرني بالعميل السري الذي يظهر في الحلقات الجديدة، فهل سيكون للعميل السري دور في هذه المعركة؟ لأننا لاحظناه أنه يظهر في الحلقات الجديدة، ولأن شخصيات التلفاز كانت تظهر لتشاهد المعركة وبعدها تدخلوا في الحلقة 39 مباشرة، وقد استمروا في الظهور بعدها. وقال رجل التلفاز كلمة غريبة في أول ظهور له، وكان يقصد بهذه الكلمة أن العرض يجب أن يستمر، وهذا كان سبب تدخل رجال التلفاز، فهم يراقبون المعركة ويتدخلون إلا عند تغلب المراحيض على رجال الكاميرات. وبعدها نلاحظ أنهم يختفون، حيث أننا نشاهد في الحلقة 40 كان رجال المراحيض يتقدمون في المعركة، وتدخل هنا رجال التلفاز وقدموا زجاجة الحماية لرجل الكاميرا التي كان يشاهد المعركة، لأن الضوء الذي يطلقه هذا رجل التلفاز يبدو مختلفا عن الرجال الآخرين، وفي الحقيقة هو عبارة عن شاشات التي تكون في مركز الحراسة، حيث أنه في الحلقة 60 كان ينقل لهم مشاهد من منطقة المراحيض، وهذا ما يجعله مختلفا عن رجال التلفاز الآخرين، حيث أن تأثير ضوئه يسبب إزعاج لشخصيات المراحيض، وهذا يعني أن قوتهم مختلفة، حيث أن رجل التلفاز العادي يقوم بتنويم شخصيات المراحيض، وأيضا ضوء شخصية التي في وومن يقوم بحرق هذه الشخصيات ويقوم بتنويمهم أيضا. وكما لاحظنا أيضا أنها تستطيع نزع شاشتها من جسمها، وهذا ما يجعلها قوية لأنها تملك 3 قوى مختلفة. ونشاهد أيضا زعيم التلفاز السينما، حيث أن قوة ضوئه تجعل المراحيض يقومون بقتل نفسهم لكي لا يستمروا في مشاهدة ضوء السينما، وهو أيضا يستطيع تفجير رؤوس المراحيض بشعاعه، وأضاف إليه ميزة السماعات التي تصدر صوت عالي مع شعاع الشاشة الذي يقوم بتكسير نظارات وتفجير شخصيات المراحيض. فنستنتج هنا أن رجال التلفاز كلهم يملكون قوى مختلفة، وكل شخصية تتميز عن بعضها، لأن رجال الكاميرات لا يدعون الحماية من شعاع التلفاز المسكن، حيث أننا نشاهد أن الطفيليات التي كانت تسيطر على رجال الكاميرات تأثرت بهذا الشعاع ولم يؤثر على رجال الكاميرات الذين لم يكونوا يتدون الواقي، وأيضا هم لا يتأثرون بشعاع تي في وومن الذي يحرق الشخصيات ولا يؤثر على رجال الكاميرات، لأن أضواء شاشة الحراسة ستقوم ربما بتكسير الكاميرات
ولهذا يدعون الحماية. لكن بعدها شاهدنا أن المرحاض الصامت قد قام بقتل أحد رجال الكاميرات الذي كان يدعو الحماية، ويبدو أنه أخذ منه هذا الجهاز وصنع مخترع المراحيض من هذا الزجاج نظارات، لأننا شاهدنا بعدها أن رجال المراحيض الذين كانوا يلبسون هذه النظارات لم يتأثروا بشعاع التلفاز الذي شاهدناه في هذه الحلقة، حيث أن رجال التلفاز انسحبوا من هذه المعركة. وأيضا هم لم يتأثروا بشعاع زعيم التلفاز كما شاهدناه وهو يكسر هذه النظارات قبل استخدام الضوء، لكن بعدها أضيف إليه السماعات العملاقة وهنا استطاع تكسيرها من بعيد. لكن السؤال هنا يا جماعة الخير، ليش شخصيات التلفاز تنسحب في معظم الحلقات؟ فالواضح أنهم يقومون بمشاهدة جميع الحروب باستخدام رجل شاشة الحراسة، وبعدها يقومون بالتدخل في المعارك الحاسمة فقط. وهنا يبدو أنه ربما عددهم قليل ويريدون الحفاظ على جميع أفرادهم، فكما شاهدنا أعداد كبيرة من رجال الكاميرات والسماعات في المعارك، لكننا لم نشاهد في هذه الحلقات جيش من رجال التلفاز، وهذا ما يجعلهم ينسحبون. لكنهم يتدخلون في بعض المعارك ويقومون بحسم هذه المعركة دائما في معظم الحلقات، وهذا كما شاهدناه في الجزء الثاني من الحلقة 57 والتي قامت فيها شخصية التي في وومن بإنقاذ زعيم السماعات من الطفيلي الذي كان يسيطر عليه بعد مدة، وحقا كان هذا التدخل حاسما في هذه المواجهة. وكما نعلم أن مهمتهم أيضا نقل الشخصيات إلى مختبر لمعالجة والتطوير، وهذا باستخدام الدخان الأسود الذي يملكه جميع شخصيات التلفاز للتنقل من منطقة إلى أخرى. والآن راح نتحدث عن زعيم التلفاز الذي يملك شاشة سينما، وهو أكبر وأقوى من باقي شخصيات التلفاز، كما أنه يملك أسلحة أخرى من مخالب الآلية الموجودة على ظهره، وقد استعملها للقضاء على بعض المراحيض كما رأيناه في الحلقة 46 الذي قام فيها بتكسير رأس المرحاض. ونلاحظ أيضا هنا وجود سلاح آخر في يده والذي استعمله في معركته مع زعيم المراحيض في الحلقة 47، قد سحبه بهذا الخطاف لكي لا يقوم بالهروب، لكن مخترع المراحيض كان يعلم بقوة هذا الزعيم وقد قاموا بخطة للسيطرة عليه. فبعد تكسير شاشته من زعيم السماعات المهكر، شاهدنا الطفيلي الطائر الذي كان يتجه نحوه وأراد الدخول في رأسه والسيطرة عليه، لكنه انسحب من هذا القتال واختفى، وحتى هذه اللحظة لم نرى ما حصل له. فالجميع ربما يعلم أنه في المختبر الذي طوروا فيه شخصية زعيم الكاميرا، ولكن ربما هناك مختبر آخر خاص برجال التلفاز لأن الكاميرات لا يعرفون الكثير عن زعيم التلفاز. فالواضح أنه سيتم علاجه في مختبر آخر وتطويره من رجال التلفاز، لكن كيف رح يكون شكله؟ لأننا بعدها رأينا مخترع المراحيض في الحلقات الجديدة والتطورات التي حصلت لهذه الشخصية وحصوله على السماعات الكبيرة التي كانت موجودة في صدر زعيم التلفاز السينما، وامتلك أيضا قدرة على التنقل بالدخان الأسود، فيبدو أن زعيم التلفاز سيكون متطور وعنده القدرة على تحطيم هذه السماعات العملاقة، وسيكون أيضا ربما أسرع في الانتقال لكي يقوم بالقضاء على هذا المخترع، وطبعا ستكون له شاشة مختلفة ومتغيرة ومتطورة عن الشاشة التي كان يستعملها من قبل، وربما قد تكون له القدرة على نزعها مثل الوومن تي في ويكون شعاعها يحرق أيضا. وسيعود إلى هذه المعركة وقد نشاهده بعد مواجهة مخترع المراحيض وزعيم الكاميرات والسماعات، وسيكون طبعا حاسما في هذه المعركة، وربما يظهر في الحلقات بعد 70، لأن معركة جيش السماعات والكاميرات ضد المراحيض مستمرة ولا يمكنه التدخل في هذه الحلقات. وهذا كان تحليلي ونظرياتي عن شخصيات التلفاز، فلا تنسونا مشاركتكم لآرائكم في التعليقات، واذكروا لي أيضا في أي حلقة سنشاهده من هذه الحلقات، ولا تنسونا من دعمكم الأصول. يشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.